بسم الله وعلى بركة الله، نكمل ما أخذناه بالمحاضرة الثانية من مادة الميكانيك الكمي الفصل الثاني. اليوم راح نكمل بعد ما تعرفنا على الجنريتنج فاكشن، الدوال المولدة، وربطناها مع متعددة حدود هرمت للمتذبذب التوافق البسيط، وأثبتنا كيف الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر. اليوم راح نكمل ما أخذناه المحاضرة الفاتت، اللي هي شلون نثبت بأن الدوال الموجية المتذبذب التوافق هي متعامدة وعيارية. من نقول متعامدة وعيارية، احنا تعرفنا على شرطين من معادلات شرودنجر بأن تكون شو وقت تكون متعامدة وشو وقت تكون عيارية، من خلال العلاقة أو المعادلة التالية اللي هي تكامل من السالب ما لا نهاية إلى الموجب ما لا نهاية أبسايل إم دالة أبسايل إم ستار اللي هو المرافقها في أبسايل إن دي تاو اللي هي دي اكس دي واي دي زيت 3 دايمنشن يساوي لنا دلتا ام ان. شو وقت تكون دالة عيارية؟ اذا كانت الدلتا ام ان يساوي واحد، يعني الام يساوي الان، يعني هذه واحد هذه واحد هذه صفر هذه صفر هذه اثنين هذه اثنين، يعني نفس الرتبة يقصد بيها، تكون الدالة عيارية. والعلاقة هاي المعادلة ناتجها شي يساوي لنا السميشن مالتها، العفو الدلتا مالتها تساوي لنا واحد، تكون الدالة شبيهة عيارية. أما إذا كانت القيمة تساوي صفر تساوي لنا صفر، وتكون الدالة متعامدة إحداهما على الأخرى، يعني الأبسايل الأم متعامدة مع الأبسايل الأن عندما الأم لا يساوي الأن، يعني هذه واحد هذه صفر هذه اثنين هذه واحد هذه واحد صفر هذه واحد بالعكس، يعني فيقصد بها تكون الرتب غير متساوية. وواضح ان في حالة المتذبذب التوافقي في التوافقي الابساي ام ستار تساوي لنا الابساي، وهي يعني قلنا بان الدالة هي حقيقية ليست خيالية لا تمتلك عدد تخيلي اي. ونعرف احنا المتذبذب التوافقي يمكن اجراءه بالمختبر، يعني موجود بالفيزياء الكلاسيكية، يعني لا يحتوي على الاي. وباستخدام الدوال الموجية المعطاة في معادلة 9 اللي أخذناها بالمحاضرة المعادلة الأعلى نحصل على، راح ناخذ متعددات حدود هيرمت، راح نحقق له الإلمن شرط العيارية، راح أخذ دالتين وحدة M ووحدة N، يعني ما راح أخذ صفر واحد اثنين ثلاثة، لا راح أسمى وحدة M ووحدة N وأنا أعرف شنو معناها، يعني صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة الرتب. راح أخذ متعددتين حدود هيرمت، وحدة دالة للألفا إكس وحدة لمن؟ للألفا. فهنا أضربهن ببيناتهن وأعوضهن بهاي المعادلة، يعني راح أخذ اثنين متعددات حدود هرمت وأحددهن هنا. الأم الأن كابيتال صب إم والأن كابيتال صب إن هن يقصد بيهن شنو؟ السعة. السعة أو ثابت العيارية. ثابت العيارية للدالة الأولى والدالة الثانية مثل ما أخذنا. تكامل سالب من ما لا نهاية نزل هذا أبساي ستار الام اللي هو عندنا اكسبونيشال سالب الفا تربيع الاكس تربيع هذه الدالة أبساي الام الفا اكس اتش ان الدالة الثانية الفا في الدي اكس، يعني الدالة وحدة والدالة الثانية عندنا الان يساوي لنا سميشن ام ان. اذا هذه المعادلة كتبت بصيغة المتذبذب التوافقي البسيط. حالة المتذبذب التوافق تكون صورة المعادلة هذه، معادلة العيارية والتعامد للمتذبذب التوافقي. إيش وقت تكون؟ عندما تكون الـ M لا يساوي الـ N تكون الدالة الموجية شبيهة قلنا متعامدة، يعني M sub N N sub N تكامل سالب نهاية هاي الموجب الملا نهاية exponential سالب ألفا X تربيع اكس الفا تربيع العفو اكس تربيع اتش ام الفا اكس اتش ان الفا اكس دي اكس يساوي صفر. طبعا هنا اكس هنا بس خطأ بالطباعة، يعني الدالة مرفوعة للأس نفس الاكسبونيشال هذا الفا والاكس المتغير والثابت تساوي صفر. هذه ايش معناها؟ تكون دالة موجية متعامدة لمتذبذب توافقي. من اقول لك تكتب لي اياها تكتب لي هذه، يعني تساوي صفر من اقول لك متعامده، تمام. فهسه هنا ايش عندي؟ تكامل سالب من ما لا نهايه بعد التبسيط اكسبونيشال سالب الفا تربيع الاكس تربيع، تخلصت من ثابت العياريه. ليش؟ لان ثابت العياريه هنا ايش قد يساوي لنا؟
تساوي لنا صفر، لأن يساوي للصفر وهو قيمة ثابتة. من ننقل للطرف الثاني يروح، فتبقى ال hm alpha x hn alpha x dx يساوي صفر. هاي في حالة شنو؟ الدالة الموجية متعامدة. زين، في حالة ال m يساوي ال n تكون الدالة الموجية شبيهة عيارية، يعني تساوي شقد؟ لازم هاي المعادلة الفوق تساوي لنا واحد، فهي تكامل سالب المالانهاية الموجب المالانهاية أبساي n ستار. لاحظوا هنا راح ناخذ اثنين هن n، لأن احنا قلنا ال n يساوي ال m يعني قيمة واحدة، أبساي n ال x دي x يساوي لنا هنا شو تصير؟ مو n sub m n sub m، لا n سكوير، n sub n سكوير يعني مثابت العيارية تربيع تكامل سالب المالانهاية الموجب المالانهاية exponential سالب الفا تربيع x تربيع. ذن اثنين هن راح ينضربن اذا مش شابهات، شي يصيرن h تربيع sub n الفا x dx يساوي واحد. واضحة شباب؟ عندكم سؤال عن هاي شلون صارت؟ تمام؟ ست فاسعيد يا ست. تمام، هنا هذا قانون من؟ قانون العيارية والتعامد. من أجي وأريد أطبقنا على حالة المتذبذب التوافقي، ما أقدر أكتب كلهن سوية، هذه الصيغة، هذه شو تمثل لي؟ الصيغة العامة المن للدالة الموجية للمتذبذب التوافقي. تلاحظون هنا رمزت للدالة الأولى M وحدة N، تمام؟ هذه هنا ألفا إكس، أكو إكس هنا بالطباعة من ناسينها، إكسبونيشال سالب ألفا تربيع إكس تربيع. تلاحظون هنا هذا القانون، إيش وقت تكون متعامدة وإيش وقت تكون عيارية؟ وتكون متعامدة إذا كانت دلتا أم إم قيمتها صفر، تكون متعامدة عندما الام لا يساوي الان. يعني من اكتب ما راح اساويهن، اكتب كل وحدة، وحدة اسميها ام وحدة اسميها ان، يعني ان صب ام ان صب ان تكامل سالب المالانهاية الموجب المالانهاية اكسبونينشال سالب الفا تربيع الاكس تربيع اتش صب ام الفا اكس اتش صب ان الفا اكس دي اكس يساوي لنا صفر. هذا يا قانون تكون الدالة الموجية متعامدة، تمام؟ زين، هنا أقدر أختصرها بس هذا إن الثوابت العيارية تساوي صفر، لأن قلها الطرف الثاني فما إلهم قيمة، يعني صفر 100%، فهي تكامل سالب المالانهاية الموجب المالانهاية إكسبونيشال، تنزل هذه الحد فقط يساوي صفر. هذا منو؟ الدالة الموجية متعامدة المن للتذبذب التوافقي. من أطلبها منك تكتب لي هاي، تكتب لي الصيغة العامة وتعوض لي، تكتب لي هاي الصيغة النهائية. زين، قلت لك أريد الدالة الموجية المتذبذب التوافقي العيارية، ترجع تكتب لي هذا القانون الأساسي، وبعدين شو تسوي؟ تقول لي في حالة الـ n يساوي الـ m تكون الدالة الدوال الموجية شبيهة عيارية، وتجي تعوض تكامل سالب المالانهاية الموجب للمالانهاية أبساي ستاير الـ n الـ x أبساي الـ n x دي x، يعني دالتين متشابهات ال n يساوي ال m من نفس الرتبة، الدالة مع مرافق الثانية يساوي n تربيع n صب n تربيع. ليش؟ لأن ثوابت العيارية اللي هي المساويات نفس الرتب، تكامل سالب المالانهاية الموجب المالانهاية، يعني هذا في هذا تربيع، exponential سالب الفا تربيع x تربيع h صب n تربيع الفا x dx يساوي واحد. فتلاحظون هنا ال hm في ال hn شو يصير؟ تربيع، لان ال n يساوي ال m. واضحه هسه؟ هسه ننتقل شلون نجد. هنا عندنا احنا مشكله بالدوال المتعامده، قلنا ثوابت العياريه انتقلت للطرف الثاني ولغت ليش؟ انضربت في الصفر. زين، عندما تكون الداله الموجيه عياريه هنا عندنا مشكله، ثابت العياريه هنا n صب n تربيع، لازم اجد قيمته حتى من اطلع التكامل. وهذه المعادله منين نجيبها؟ احنا حافظينها اللي هنا متعددات حدود هرمت، تمام؟ هسه احنا هذه من متعدده حدود هرمت، العفو بس يقول لي الرتبه ايش قد، اني اعرف اشتغلها شلون مثل ما لقيناهن بالجداول، واحنا نعرف نشتغلهن. اكسبونيشال سالب الفا تربيع اكس تربيع داله اكسبونيشال طبيعيه. المشكله عندي تكمن وين؟ بالان صب ان، لازم القاها.
حتى تطلع ثابت التعيير أو العيارية. لإيجاد ثابت التعيير أو العيارية نستخدم الشرط العياري. راح نجيب سالب المالانهاية الموجب المالانهاية قانونه أبساي أن ستار الإكس أبساي أن الإكس دي إكس. جبنا المعادلة شرط العيارية الأنسب أن تربيع تكامل سالب المالانهاية الموجب المالانهاية إكسبونيشال سالب ألفا تربيع الإكس تربيع إتش إن تربيع الألفا إكس دي إكس يساوي واحد. لازم أسوي معادلة من الطرفين حتى أقدر أطلع شنو الإن تربيع. وعند تبديل المتغير x بالمتغير y حسب العلاقة. زين، أنا هنا بالرياضيات معادلة في ثابت تصير علي صعبة، فأنا راح شو أسوي؟ هذا كله أرمز له برمز سميناه متغير y، شكو ألفا x بمن؟ بواي. تمام. زين، الواي يساوي إيش قلنا نسميها؟ ألفا x، والدي واي شو يساوي لنا؟ الفا دي اكس. يعني هاي من اشتقها دي واي يساوي الفا دي اكس. هسه راح اعوض عن كل دي اكس ايش قد يساويها، وعن كل الفا اكس شو يساويها. اجي اعيد المعادله بعد شغلنا وين هنا، ويساوي واحد. لاحظوا ان طب ان تربيع تكامل سالب المالانهاية موجب المالانهاية اكسبونيشال شو تصير هاي سالب هاي الفا اكس شو يصير واي تربيع. تمام، اتش ان تربيع هاي شو تصير الفا اكس تصير واي، دي اكس شو تصير دي اكس دي واي على شنو على الفا دي واي على الفا. وبما انه الفا ثابت فنخليه خارج التكامل حتى ما يدوخنا. ها هسه واضحة شباب؟ عندك شغله. تمام، يساوي واحد. نزل شرط العيارية. احنا هسه كل شغلنا حتى نجد ثابت العيارية. توقع يعني ممكن يجيكم هذا السؤال كامل بس جد ثابت العيارية للدالة الموجية علما للمتذبذب التوافقي، تبدأ تشتغل منه على هذا الشغل. ولإيجاد هذا التكامل نستخدم تعريف يا دولة، تعريف الدالة المولدة. راح نرجع علما للجنريتنج فاكشن. الجنريتنج للتي واي شو يساوي لنا؟ اكسبونيشال قلنا سالب تي تربيع زائد اثنين تي واي شو يساوي لنا؟ سميشن ان يساوي صفر للمالانهاية اتش لان الواي في التي صب ان على الان فكتوريال. هذا يا قانون قلنا قانون الجنريتنج فاكشن. هسه راح اجي حتى نعم اذا قلت لنا جدي ثابت يعني ما اشتغل من البدايه، مو من البدايه تبدي منه بس لازم ايش تذكر لي شرط العياريه، تكتب لي المعادله الاساسيه هاي هاي مو معادلة الموجية هاي. شو تقول لي الام يساوي اي هاي، وش تقول لي؟ تقول لي وفي حالة الام يساوي الان تكون الدالة الموجية عيارية. تكتب لي هاي اللي هي نفسها هاي هنا معادة. تلاحظ هي نفسها هنا هاي معادة، بس اول مرة تعطيني القانون الاساسي وتقول لي عندما الام يساوي الان تكون الداله عياريه. تكتب لي هاي وايجاد الثابت تبدا تشتغل، تحول من الاكس الفا اكس للواي. هسه نرجع نربط المن، عندنا مشكله الاتش ان الواي منين نلقاها؟ نلقاها من الجنريتنج فاكشن. لها علاقه قلنا مع الجنريتنج فاكشن حسب المعادله هذه. نضرب هذه الداله في نفسها، راح نضرب الداله بمن هاي، نضربها بنفسها وبعد وبالمقدار اكسبونيشال واي سالب واي تربيع. شلون؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا الجنريتنج فاكشن مجموعها هو العفو المتعددة حدود هرمت، اذا سويناها للسميشن هي الجنريتنج فاكشن. تمام، لاحظوا هنا أنا. يعني وحده من هاي تمثل لي جنريتنج فاكشن، وحده اريد هاي تشبه لي هاي، ايش ناقصها؟ لازم شو اضربها؟ اضربها بنفسها مرة ثانية، لأن هاي اتش ان وحدة تساوي جنريتنج وحدة،
اذا اتش ام تربيع لازم الجنريتنج ايش بيها تربيع، فلاحظوا هنا راح شو اسوي، اضرب الجنريتنج نفسها مرتين، يعني جي تي واي في جي تي واي حتى تطلع تشبه هاي تربيع، لان هي تساوي لنا واحده منها. وبعدين نضربها بمن؟ عندنا اكسبونيشال سالب واي مضروبه وياها، احنا ما عندنا هنا، فراح شو اسوي؟ هم اضربها بهذا المقدار، اكسبونيشال سالب واي تربيع جي واي يساوي سميشن ان يساوي صفر للما لا نهايه. هذا شو تمثل لي؟ شو بقت تي صب ان على الان فكتوريال؟ لاحظوا هذه مو ضربتها بنفسها مرتين، يعني هاي القيمه مرتين، تي اس ان على الان فكتوريال صارت تربيع للمرتين، تكامل سالب المالانهايه الموجب المالانهايه اكسبونيشال سالب واي تربيع. ليش؟ لان انا قلت راح اخذ تكامل واكسبونيشال سالب واي تربيع للطرفين، فراح يدخل هنا الاكسبونيشال سالب باي تربيع وهنا، وهاي شو تصير؟ اتش ان تربيع الواي دي واي. هسه واضحه هاي شلون صارت؟ شباب هذا القانون ضربونه بنفسه مرتين، ضربناه بنفسه مرتين واخذنا له تكامل وضربناه بمن؟ باكسبونيشال سالب واي تربيع للطرفين. ومن الملاحظ ان التكامل في الطرف الايمن من العلاقه الاخيره، لاحظوا هذا هو نفسه التكامل في المعادله اي، يقول هذا يشبهه نصا. اذا الان نجد التكامل في الطرف الايسر، هذا يساوي هذا، هسه لازم اطلع تكامل بيا جهه بالجهه اليسرى، وهو كما يلي: التكامل في الطرف الايسر اللي هو تكامل سالب المالانهايه الموجب المالانهايه جي تي للواي، جي تي للواي وانضربناها نفسها مرتين اكسبونيشال سالب واي تربيع دي واي يساوي. اجي هسه اعوض الجي تي واي، ايش قد قلنا؟ بالدالة المولدة سالب تي تربيع زائد 2 تي واي، اجيبها واخليها، راح هسه اعوضها مرتين، مضروبة هي مرتين في اكسبونيشال سالب واي تربيع دي واي، عندي اكسبونيشالات ثلاثة، ايش راح اسوي؟ كلهن اجمعهن بمعادلة واحدة. مثل ما تعلمنا بالرياضيات تكامل سالب المالانهاية الموجب المالانهاية، لاحظوا هنا سالب تي سكوير سالب تي سكوير اجمعهم سوية، سالب 2 تي سكوير زائد 2 تي واي زائد 2 تي واي 4 تي واي ناقص واي تربيع دي واي، واضحة؟ جمعناها بق على اكسبونيشال واحد حتى نسهل المعادلة. تكامل سالب المالانهاية اكسبون، هسه راح شو اسوي؟ راح ابدي ادور الداله، لاحظوا هنا والمشتقه مالتها، فانا ايش عندي هنا؟ اكسبونيشال تكامل اكسبونيشال سالب 2 تي سكوير اكسبونيشال سالب هاي معادله، فهنا انا ايش عندي؟ اجيب الداله ايش ناقصها؟ هي سالب 2 تي سكوير، هسه ثاني اشتق بالنسبه للواي باوعوا لي هاي، هسه ذا اشتقها راح ايش يبقى عندي؟ يبقى عندي السالب 2 تي سكوير هي ثابته ما مرافق الها الواي، فانا شو اسوي؟ راح اجيب داله اضرب في الاكسبونيشال موجب وسالب مالتها حتى استفاد منها، لان انا ايش محتاجه؟ يعني ايش اقسم؟ اقسم على المشتقه خارج القوس واضرب في المشتقه، فانا مشتقتها ما عندي، سويت اكسبونيشالز مشتقتها ايش تصير؟ سالب 2 تي واقسم على اكسبونيشال سالب 2 تي، من تصعد فوق شو تصير؟ موجب 2 تي تربيع، تمام؟ يعني بس احنا نعرف دائما اذا كانت المشتقة الاس ما موجودة نقسم برا المشتقة ونضرب بالداخل، فاحنا هنا تغيرت الاشارة لان رفعناها من المقام للبسط، صارت موجب 2 تي تربيع دي واي. هسه راح اطلعها هاي تكامل 2 اكسبونيشال 2 تي تربيع هذه الداله مع مشتقتها، تمام؟ الداله مع مشتقتها تكامل اكسبونيشال سالب 4 تي تربيع زائد 4 تي واي ناقص، لاحظوا هنا صار جمع سالب 4 بسالب 2 سالب 2 بسالب 2 شو تصير؟ سالب 4. هسه دي واي ترتبت عندنا المعادله، هذه معادلة رياضيات، راح نجي علاقة رياضية اكسبونيشال 2 تي
تربيع تكامل سالب الما لا نهايه الموجب الما لا نهايه اكسبونيشال. راح اطلع عامل مشترك، تمام؟ هنا انا عندي 4 سالب، هنا العفو، منين جايتنا هذه؟ حاصل العفو مربع حدين اللي هي منه، تلاحظون هذا الحد وهذا الحد، 4 و2 تي، نصها هذه 2 تي وهذه واي، يعني واي السالب من يدخل هنا شو يصير؟ سالب برا، حتى ليش؟ لان الواي تربيع من تتربع لازم تصير زائد واي، اذا اكو سالب اطلع عنه عامل مشترك برا، شو يصير لي؟ سالب وافتح قوس 4 تي تربيع ناقص 4 تي واي زائد واي تربيع، اذا هي منين جايتني؟ من واي زائد شنو؟ 2 تي نصها، سالب برا واي ناقص 2 تي كله شنو؟ تربيع، رجعت المعادلة إلى المربع حدين. ولحل التكامل أعلى نفرض أن يعني هاي المعادلة بما أنه الأس معادلة فأثناء التكامل تصير علينا صعبة، فإحنا قلنا دائما بالرياضيات إذا عدنا نفرضها فرضية إلى متغير واحد وبعدين نعوض، إذا الواي ناقص 2 تي سموا لياها زت، تمام؟ والدي زت هسه من نشتقها دي زت شو يساوي لي؟ دي واي، هذه شو اشتقتها؟ صفر، فش تبقى للدي زت يساوي الدي واي. هسه اجي اعوض اكسبونيشال 2 تي تربيع تبقى تكامل سالب، طبعا هذا ثابت، سالب الما لا نهايه الموجب الما لا نهايه اكسبونيشال سالب، هاي شو تصير؟ زت تربيع، دي واي شو تصير؟ دي زت حسب الفرضيه. تكامل اكسبونيشال سالب زت تربيع وقيمة التكامل سالب الما لا نهاية الموجب الما لا نهاية يساوي جذر الباي. وهسه راح نعطيكم القوانين مال التكامل إذا كانت الدالة اكسبونيشال من سالب الما لا نهاية الموجب الما لا نهاية وأي أس تربيع وصيغته سالب زوجي وليس فردي، الأس مرفوع إلى أس زوجي، يكون لها قانون العلاقة بالباي. حطيكم إياها التكاملات شو وقت إذا كانت زوجية وفردية وعدد صحيح، يعني 1 2 3 مو تربيع ولا تكعيب بدون قيمة، فإحنا هنا شني راح أعطيكم القيم مالتها، فهذه العلاقة سالب الزت تربيع راح تكون جذر الباي، فأجيب الجذر الباي وخليها هنا اكسبونيشال 2 تي تربيع وهذا كله معناه جذر الباي، تمام؟ هسه اكسبونيشال 2 تي تربيع إحنا متسلسلة تايلر 1 + 2 تي تربيع مثل ما اخذناها بالجنريتنج فانكشن، يعني تشتقونها زائد 2 تي تربيع تربيع، هذا اس 1 هذا اس 0 على 2 فكتوريال زائد 2 تي تربيع متسلسله تكعيب على 3 فكتوريال، ونرجع للاربعه والخمسه احنا حد الثلاثه نوقف، هذه شنو؟ متسلسله. اذا هي حاصل شنو؟ سميشن الان يساوي 0 للما لا نهايه 2 اس ان تي، قانونها هذا 2 اس ان تي تربيع اس ان على الان فكتوريال، يعني اذا 2 اس 0 1 في تي اس 0 1 على الان فكتوريال 0 فكتوريال 1 فتطلع القيمه 1. هسه 2 يعني كقانون هو 2 اس 1 2 تي تربيع اس 1 تي 2 تي تربيع على 2 فكتوريال، شقد العفو 1 فكتوريال 2 تي تربيع وهكذا، يعني هاي الصيغه الاساسيه. هسه احنا نجي ناخذ هاي وين نحطها؟ نحطها فوق وين الباي، اذا جذر الباي هذه وهذا كلها معناها هذا السميشن، هذا القانون سميشن ان يساوي صفر، بدل ما اكتب المتسلسله كلها خلي بس هاي القيمه 2 ان تي اس 2 ان هاي متسلسله تايلر على الان فكتوريال. اذا هسه احنا لقينا الطرف الايسر المن للجنريتنج فانكشن، نرجع للطرف الأيمن، احنا ايش قلنا الطرف الأيمن بالمعادلة أعلى اللي هي هاي هذه، هسه احنا طلعنا هذا ايش قلنا؟ جذر الباي في سميشن 2 اس ان على الان فكتوريال في الاكسبونيشال سالب 2 تي تربيع اس ان، سميشن هذا تي اس ان على الان فكتوريال تربيع تكامل اكسبونيشال سالب واي تربيع اتش ان تربيع الواي دي واي. هسه راح نشتغل على اليمين على الطرف الايمن، نيجي ناخذه ونروح للطرف الايمن، هذا الطرف الايمن لاحظوا جبناه
ونقلناه من المعادلة بعد ما خلصنا من الطرف الأيسر وطلعت له قيمة. وبالرجوع إلى المعادلة A نجد إنه تمام. نرجع للمعادلة A شو تقول حتى نعوض الصورة، تكون الصورة أوضح. N يساوي صفر للمالا نهاية T أس N على ال N فكتوريال كل تربيع. هذه القيمة اللي هي متعددة حدود هرمت إيش قد تساوي لنا بثابت العيارية. نرجع شباب للمعادلة A بعد ما عوضنا بفرضية هذه، هذه كلها شو تمثل لي؟ واحد، وهذا من نقل للطرف الثاني شو تصير؟ الفا على ال n sub n تربيع. راح اجيبها واخليها هنا، شوفوا الفا على ال n sub n تربيع. 2 اس n اجي لهاي 2 اس n t اس 2 n n فكتوريال جذر الباي، راح اساويها لهاي المعادله. يعني راح اجيب الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر، نزلت الطرفين سميشن تي اس 2 ان على الان فكتوريال. لاحظوا شباب ان فكتوريال صار هنا عندي هذه تربيع، في الفا على الان سب ان تربيع هذه المعادله. هذا راح اجيبها كلها وانقلها للطرف الثاني يساوي صفر. رتبت المعادله، هسه ايش عندي؟ راح اطلع عامل مشترك T أس 2 N على ال N فكتوريال تربيع، وأشوف إيش ناقصنا خليها. طلعنا السميشن عامل مشترك و T أس 2 N على ال N فكتوريال سكوير، إيش بقت لي هنا؟ ألفا N سب N كابيتال سب N سكوير ناقص، هنا إيش عندي؟ بقت 2 أس N، هنا من طلعت أني 2 N فكتوريال تربيع، أنا عندي N وحدة فلازم أضرب هنا في N وحدة. n فكتوريال حتى شو تصير؟ من نرجع اعوض تختصر وحده وياهن وتبقى لي وحده بالمقام، واضح؟ في جذر الباي يساوي صفر. هسه احنا حاليا لحد الان حتى نطلع قيمه ثابت العياريه. اذا الان ثابت العياريه بما انه تربيع راح يصير نص بعد بعمليه من الخطوات، طبعا بس تنقلون هاي للطرف الثاني، واضح شباب؟ بس هاي تنقلون ذن للطرف الثاني يساوي صفر، تروح طبعا هذا الحد راح يروح. ايش تبقى لكم؟ الفا على الان سب ان تربيع ناقص 2 اس ان ان فكتوريال جذر الباي. بعدين هذا الحد شو يسوي؟ من تنقله للطرف الثاني ايش راح يصير؟ السالب شو يصير؟ موجب، تمام؟ شو يصير؟ موجب 2 اس ان ان فكتوريال جذر الباي الفا على الان تربيع. اريد الان تربيع فوق، فراح شو اسوي؟ اقلب المعادله. شو تصير؟ بدل ما هذا بالمقام العفو بالبسط يصير بالمقام حتى الان تصعد فوق، فشو تصير؟ الفا على 2 اس ان ان فكتوريال جذر الباي، بما انه هي تربيع اخذ لها تصير نصف. الالفا مثل ما عرفناها بالمحاضره الاولى، اذا اريد اعوض كقيم جذر الام في الاوميجا على الاتش بار، وهاي 2 اس ان على الرتب ان فكتوريال جذر الباي كله اس نص. هذا منو؟ هذه المعادلة لإيجاد ثابت العيارية. إذا أنطيتك الرتبة تقدر تطلع لي إياها بدلالة الأوميجا تي، واضح؟ بس أقول لك ثابت العيارية للرتبة الأولى منها، أقول لك اشتق لي إياها تبدي لي من فوق، واضح؟ من أقول لك بدلالة الألفا طبق لي هذا القانون، بدلالة الأوميجا وذني طبقوا لي هنا، أعطيتك قيم وتطلعها. هسه واضح شباب؟ سمعوني؟ عاشت واضح بس تمام. عاشت بس يراد له ورقه وقلم، حاتم ما يقرا هيك، يعني لازم تقعدون ورقه وقلم. لازم مختصر تقرايه. نعم مختصر تقرايه. يعني المعادله منين تبدا ومنين تنتهي؟ يعني وين النهايه؟ كاشتقاق لثابت العياريه مثل ما قلت لك، منين تبدي؟ جيب المعادله الاساسيه مال ثابت العياريه وتنزل منها، ولإيجاد الثابت العيارية تأخذون هذا الشرط يساوي واحد وتنزل للعلاقة، تأخذ طرفين تدخل عليه من عدالة المولدة اللي هي يساوي متعددة حدود هرمت، لأن إحنا نعرف متعددة حدود هرمت ما تنحل. من تنحل؟ تنحل الدالة المولدة. تأخذ الدالة المولدة تشوفها تساوي لك هذا الشكل، تأخذها تضربها بنفسها مرتين، تمام؟
راح تاخذونها تضرب بنفسها مرتين ها على هذه المعادلة. بعدين شو تسوون؟ تاخذون لها التكامل من الطرفين. ايش راح تاخذ؟ تاخذ تشتغل على الايسر والايمن تعوفه، تشتغل على الايسر تجي تعوض ايش قد الجنريتنج فانكشن عندك، احنا مو حفظناها ايش قد المعادله مالتها اللي هي سالب تي تربيع زائد 2 تي واي، تجيبها تضربها بنفسها مرتين وللدي واي. تمام، هسه راح شو تسوي؟ تجمعهم كل الاكسبونشنات سويه على اكسبونيشال واحد. بعدين شو تسوي؟ تشوف الداله شنو مشتقتها وش ناقصها، ناقصها المشتقه اللي هي سالب 2 تي تربيع حتى اقدر اتخلص من التكامل، فاضرب بالمشتقه واقسم على المشتقه، فصعدت من قسمناها صعدناها سويناها موجب حتى ما يظل اكسبونيشال جوا، ومن تكتب يصير على مقام فصير عليك صعبه، صعدها وخلي اشارتها موجب وانتهي منها. زين، هسه هذه الداله راح تدخل ذني تجمعهن سويه، وهذا الثابت تطلع برا اللي هو المشتقه مالتها برا، فصارت عندك معادله رياضيات. انت ايش راح تسوي هاي المعادله؟ لاحظوا هنا فرق بين مربعين، فانت رجعتها مثل ما كانت كانما مفكوك مربعين، من تفتحها تطلع نفس هاي نصا هسه ذا تربع لي. زين، بالرياضيات اذا كانت عندك الداله طويله وثابت وداله الى متغير واحد بس وياها ثوابت، فتكون عليك صعبه خصوصا اذا تربيع، فدائما احنا بالرياضيات نلجأ بالاكسبونيشال والتكاملات، نفرضها متغير واحد سميناه زد حتى من الشقه براحتنا، تريدون تشتقونها براحتكم هيجي عادي بس تخطئون، فدي واي دي تساوي لنا دي زد سميناها زد وعوضنا عن المعادله بهاي الصوره. هاي الصيغه بالرياضيات قلت لكم راح انزل لكم اياهن، الها علاقه بالباي، اكو قانون الطبقه على الرتبه تطلع لك القيمه نصا مثل ما هاي. هسه اذا كانت الزد اس 4 هاي القيمه راح تختلف هم للباي، بس اكو وياها اعداد صحيحه، راح اعطيكم الصيغه مالتها الاساسيه وتتبعون عليها. زين، هسه احنا ايش طلعنا؟ الطرف الايمن عفوا على جهه، راح نجي لمن؟ هاي الداله متسلسله تايلر، هاي صيغتها الاساسيه، هذه قانون متسلسله تايلر، اجيبه واحطه ويا يم جذر الباي. تمام، لان اكسبونيشال 2 تي تربيع هي متسلسله مثل ما اتفقنا تايلر بالداله المولده، جبناها وخليناها كملت. هسه هاي العوف الايسر على جهه الليفت، نروح للرايت، الرايت المعادله الاعلى اشتغلتوا، جبنا المعادلة، تلاحظون هنا عندنا المعادلة مثل ما هاي، نرجع للمعادلة A، هذه كلها تساوي لي ألفا على الـ N سب N تربيع، منين؟ من معادلة واحد A اللي هي تساوي لي واحد، هي شرط من؟ شرط العيارية، فراح بدل هاي الهوسة كلها التكامل جبت ألفا على الـ N سب N تربيع. راح اجي اساوي الطرف الايمن مع الطرف الايسر، هذا عفوا الايسر جبت هذا حطيته، لاحظوا يساوي هذا كله نزلته. هسه اللي هنا ماكو اشكال، هذه المعادله تبقى وهذا وين اجيبه ونقله للطرف الثاني واقول يساوي صفر. رتبت المعادله الرياضيه، شو اسوي هسه؟ اطلع عامل مشترك، شو اطلع؟ التي اس 2 ان وعلى الان فكتوريال كله تربيع، طلعته برا عامل مشترك هو وصل ما شيء، شو بقى لي من انا من هالجماعه؟ الفا على الان سب ان سكوير ناقص هنا شو بقى لي؟ 2 اس ان في شنو؟ ان فكتوريال، ليش؟ لان انا طلعت تربيع وانا عندي بس وحده، فلازم اضرب فيه وحده، وجذر الباي ينزل يساوي صفر. هسه واضحه هنا الخطوه؟ نجي شو نسوي؟ راح نطلع الان بدلالتهن. ذن نشيلهن ونقلهن هذا مو مضروب، نتنقلونه تضربونه بالصفر يروح، فش يبقى لك؟ بس الحد الداخلي القوس، واضح؟ هذا راح، ايش تبقى لك؟ الفا على ان سب ان سكوير يساوي 2 اس ان ان فكتوريال جذر الباي، ليش؟ لان هذا سالب من انتقل للطرف الثاني صار موجب. زين، انا اريد ثابت العياريه، هو بالمقام، شو اسوي؟ اقلب المعادله كلها بالمقلوبي، فش تصير؟ ان سب ان سكوير على الالفا يساوي واحد على 2 اس ان ان فكتوريال جذر الباي، الالفا هي مو بالمقام هنا من قلبناها، اوديها لفوق شو تصير؟ الفا على 2 اس ان الان فكتوريال جذر الباي، ان سب ان هي كان السكوير شو تصير؟ اس نصف من جذر الطرفين. هسه الالفا هي جذر
ام دبليو على الاتش بار حسب المحاضرة الأولى قوانين المتذبذب التوافقي، واللي هو وهنا تبقى 2 أس إن على الإن فكتوري حسب الرتبة اللي طينا إياها، جذر الباي أس نص، هذا منه ثابت العياري. زين أريد أطلع المعادلة أب ساي إن الإكس اللي هي دالة الموجة المتذبذب التوافقي، هذا منه ثابت العيارية، عوضته جبت إن سب إن، هذا كله جبته وخليته هنا اكسبونيشال سالب الفا تربيع اكس تربيع على 2، هذا قانون من دوال الذاتيه والعياريه للطاقه اتش ان الفا اكس، هذه معادله داله الموجه المن للمتذبذب التوافقي البسيط بصوره عامه. اذا اريد اشتغل اخذ هاي المعادله كلها هي وثابت العياري مالتها. الدوال الذاتيه العياريه والطاقه المقابله لها للقيم، شوفوا هسه الان اذا ناخذها 0 و1 و2 و3، لاحظوا راح نجي نعوض. هسه هنا واضحه شباب؟ نعم شكرا. تمام، هسه راح نبدي نشتغل نحسب الدوال الذاتيه والعياريه والطاقه الهن، الداله والطاقه، ايش قد يطلعن عندما ما نشتغل؟ هسه راح نجيب شو تخلون؟ شوفوا لاحظوا هنا الان 0 1 2 3 وهاي المعادله الداله الذاتية العيارية للرتبة جيد واشتغل، والطاقة المقابلة إلها هذا اللي هي أوميجا تي إن زائد نصف مثل ما اتفقنا بالمحاضرة الأولى. راح أجي أخذ الصفر عوضولي ألفا 2 الصفر 1 تمام، إن فكتوريال 0 فكتوريال 1 في جذر الباي باي أس نص، والألفا ألفا أس نص، والجوج قد يصير عندنا باي أس 4، ليش؟ لأن هي نص وجذر هي تصير 1/4، ها هسه واضحة؟ اكسبونيشال سالب ألفا تربيع إكس تربيع على 2، إتش إن للألفا إكس، إتش للصفر إيش قد طلعت عندنا؟ مو 1؟ لاحظوا هنا ما ظهرت، لأن مضروبة في 1، ها هسه واضحة؟ هسه شو تسوون؟ طلع الطاقة إي 0 سوينا اتش بار اوميجا ان صفر زائد نص 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 اوميجا الاتش بار اوميجا، واضح؟ هسه من اللي يحسب لي 1؟ من يساهم ويانا؟ بنات شباب منو حاب يحسب ويانا الطاقة والقيم الذاتية؟ نعم ست. يلا طيب ست، بالبداية ألفا أس نصف نوزع النصف، بعدين 2 أس 1 مضروب في إن فكتوريال جذر باي، ينزل 2 ألفا في إكس ألفا ما نعوض بها، ما عندنا إن، ما عندك، تبقى هي المعادلة نفسها. إيه اكسبونيشال أس أي تربيع إكس تربيع على 2 هم ما عندنا، والإتش قيمتها 4 والمفروض من اي اكس 2 2 الفا اكس 2 الفا اكس اللي هي 2 واي، فهي هاي قيمة الاتش ان هاي. حسبي لي الجو مال الان فكتوريال ايش قد؟ شلون حسبتي لي اياها؟ ان فكتوريال 2 اس 1 2 2 اس 1 مضروب في ان فكتوريال، ايش قد 2 اس 1 يساوي لك؟ 2 أس 1 2 2 في 2 1 فكتوريال 1 1 يعني طلعت لك هسه 2 في جذر الباي، فشو تصير توزعين النص 2 أس نصف باي أس 1 على 4، ليش؟ لأن هي جذر وجاها نص من فوق، واضح؟ واضح. زين هاي ال 2 ألفا إكس منين جتك؟ طيبة مشتقة ال HN بالنسبة للواحد، عافية. والإكسبونيشال زين، حسبي لي الطاقة. الطاقة قيمتها H أوميجا N قيمتها 1 زائد نصف تبقى 3/2 H بار أوميجا. أحسن، من يحسب لنا الثنين شباب؟ لكم نجمات بيها ترى. منو حاب؟ منو راح يساهم ويانا؟ والله اسمك
نعم ست، نعم يلا ست. حاتم خل نفتح لك ست اللحظة. يلا بالمعادلة الأولى ايه الألف يعني 2 أس 2، 2 أس 2 أربعة. ايه أربعة الآن فكتوريال. هاي معادلة لا فكتوريا معادلة لا عندك فكتوريال لأن انت ايش قد هسرت ما تشتغل عليها؟ اثنين يعني أقول 2 في 1 اثنين في واحد ناس اثنين ايه اثنين وعندك منك ايش قد؟ هناك أربعة أربعة ايش قد صارن؟ 8 ثمانية والباي باي 6 هي معروفة 3.14 تصير أس واحد على أربعة. لا هي مو جذر وجاها جذر من ناس فوق 6 ايش قد صارت؟ واحد على أربعة واحد على أربعة. زين الإكسبونيشال هاي تتلاعب بها لو تبقى كما هي 6 الأي تظهر بس يعني هاي الفوق ايه الأي أس 2 أس اثنين. زين هاي ايش قد؟ 2 أس 2 2 هاي 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 ايش قد؟ طاقة 6 اي متعددة حدود هرمت. لا للرتبة اثنين ايش قد تساوي؟ 6 الاتش بار اللي هو الطاقة لا الاتش اتش الاتش سب ان. انت جاي تشوف الشاشة حاتم لو لا؟ نعم 6 تمام. لاحظ اتش سب ان الفا اكس شو تساوي لك؟ اتش للواحد للثنية الفا اكس متعددة حدود هرمت ايش قد طلعت لك؟ 4 واي تربيع ناقص 2. بس انت هنا مو متعوض مكانها الفا اكس شو تصير؟ الاربعة الفا تربيع اكس تربيع ناقص 2 لان احنا هنا نشتغل مو بدلالة الواي نشتغل بدلالة الالفا اكس. تتذكر الجدول اللي اشتغلته انت ونفس القيمة اشتغلتها المحاضرة الاولى مو طلعت لي 4 واي تربيع ناقص 2؟ احنا هنا هم 4 واي بس الواي هنا عوضنا عنها بي الفا اكس ناقص 2. 6 الان عندنا 2 اي في 1 2 يعني زاد يعني 2 في 2 4 زاد 1 5 تصير وينها؟ هذا الطاقة مالية الطاقة اي 5 على 2 نعم اتش اوميجا اتش بار اوميجا. تمام هسه وضحت شلون تطلعون الدوال الذاتية العيارية والقيم المطابقة. إذا قلت لك اشتقاق لثابت العيارية ذاك اللي قبله بس تطبقون تبدون بدنا مثلا يقول لكم للرتبة 1 و2 و3 لن تشتغلون. واضح؟ من يشتغل الثلاثة؟ من يشارك؟ نعم منو؟ منو وياي؟ فاطمة أحمد؟ تمام يلا فاطمة. إيه. أوكي. بس أسجل أول اسمك. شيء هنا نعوض 3. إيه. 2 أس 3. ألفا نزلها. إيه. 2 أس 3 اللي هي 8. 8. إن فكتوريال 3 في 2 في 1 في 0. لا ماكو في صفر، بدون الصفر، لأن تصفر القيمة. 3 في 2 6. 6 في 8. فكتوريال طلعت 6 وعندك 8 قدامها 48 48. حلو هسه الباي دائما ايش قد راح تصير؟ 1 على 4 تمام. هسه نجي الاكس وين وين نص ايه وين النص هذا اللي فوق على القوس كامل ايه تصير 1 على 4 تمام. هسه راح تصير لنا الفا ال اس نص نشيل يعني نوزع النص ايه توزعين الفا نص تقسيم 8 48 باي أس 1 على 4. حلو أوكي تمام. هسه الإكسبونينشال تلعبين بيه ولا نعوض إيه هنا أنا ما تتلاعبين ينزل مثل ما هو تمام. ما بي أس إن ما عندك رتبة بي لو داخل بي لأن تعوضين ينزل كما هو مشكلتك وين ومتعددة حدود هرمت. هسه ال اتش ان للالفا اكس ايش قد الاتش ان هسه ايش قد عدت الرتبه؟ الان 3 3. زين اني اذا ما اعطيت اياها انت ايش مطلوب منك؟ اطلعها طلعينها اللي تجيبين ما تجيبين لي اياها جاهزه. سمعوني شباب
ما اريدها جاهزه اذا ما اعطيتكم اياها، جزء انا اعطيكم بس الصفر والواحد، بس انا اريد تشتغلون لمتعدد حدود هرمون وتشيلونها وتجيبونها وتحطونها هنا. ما تجي انت صح، حافظها على قلبك، حتى اذا خطا تعرف انت بان حلك خطا ما جاي تطلع عندك القيمه، بس انتوا لازم تكتبوا لي اياها بالورقه، انتوا تحلونها بيدكم بعدين تاخذون الرتبه تشتغلونها هنا. هسه ال اتش ان الفا اكس، يلا حسبينا الثلاثه ايش قد هي تطلع؟ اتش بار قانونها ذكرينه، يطلع لنا هنا ال ان 3 زائد 1 على 2. ايه نعوض هنا نسوي المقامات ونعوض تطلع لنا 7 على 2 اتش بار اوميجا. تمام اوكي، اي حسابات الرياضيات، بس رياضيات، بس رياضيات هي هنا، بس على مود الطاقات تحسبونها حسب الرتبة. احنا لازم نعرف ايش قد قيمة الطاقة وايش قد الدالة الذاتية لها العيارية. لاحظوا هذه القيمة بس، زين حسبي لي بس ثابت العيارية رتبة ثلاثة، ايش قد ثابت العيارية عندك للرتبة ثلاثة؟ ثابت العيارية هذا بس، هاي القيمة الأولى الفا اس نص على 48 باي اس 4، هذا منو؟ هي هاي القيمة، هذا شي يمثل لك فاطمة، هذا يمثل لك ثابت العيارية، وهاي الدالة مضروبة بالدالة المرافقة لها اللي هي متعددة حدود هرمت. ها واضحة؟ إذا من تحسبين بس ثابت العيارية هذا أول حد، هذا يمثل ثابت العيارية اللي هو السعة الأمبليتيود للدالة الموجية اللي هي تتذبذب بها التذبذب المتوافقي البسيط. تمام فاطمة، على اننا نستطيع ايجاد ال h n y او ال h n الفا اكس، احنا قلنا لو نسميها y او الفا اكس لاي قيمه لل n من العلاقه التاليه، هذه مثل ما احنا هسه من الساعه قلت لكم مطلوبه منكم ما تجيبوا لي اياها جاهزه، تحسبون منها من سالب واحد اس n مثل ما تعرفنا عليها بالمحاضره الاولى، اكسبونيشال y تربيع دي ان دي واي اس ان اكسبونيشال سالب y تربيع، واحنا هنا اشتغلناها وسويناها هوم وركات وسلمتوها. بالإضافة إلى ذلك فإن الـ HNY تخضع لعلاقات تفاضلية وتكاملية على درجة كبيرة من الفائدة منها. هن نروح للعلاقات اللي تقول تخضع لنا العلاقات، تكامل سالب المالانهاية الموجب المالانهاية exponential سالب Y تربيع HMY HNY DNY، هذا قانونها، قانون الدالة دالتين مضروبتين بيناتهم شي يقول 2 أس N n فكتوريال جذر الباي اس الام. لاحظوا هذا شيء مثل لنا، هذا مثل ما قلنا احنا هو ثابت العياريه، يعني نلاحظ انه اذا كان الام الان لا يساوي الام فان التكامل ايش بيه يصبح؟ يصبح صفر، مثل ما اتفقنا هاي القيمه كلها شيء يطلع لنا صفر. وبين وكما بينا سابقا، واذا كان الان يساوي الام وهي عياريه فإن المعادلة هذه إيش راح تصير لنا؟ 2 أس إن، لأنها قيمتها واحد، 2 أس إن على الإن فكتوريال في الجذر الباي، واللي هو شي يمثل لنا ثابت العيارية مثل ما اتفقنا، واضح؟ فتلاحظ هنا بأن المعادلة إذا كانت إيش وقت تاخذونها هذه صفر؟ إذا طلعت هذه القيمة صفر، شو تقولوا للدالة إيش بيها؟ متعامدة. وإذا طلعت لكم هذه القيمة جذر 2 هذه، يعني طلعت لكم هاي النسبة، تقولوا لي الدالة عيارية، يعني نختبرها. نجي هسه شو نسوي؟ نشتق الدالة دي اتش ان الواي للدي واي، دي ان الواي داش هذه مثل لي شو تمثل لي؟ 2 اس ان 2 العفو 2 ان اتش الان ناقص 1 للواي، يعني مشتقة الدالة بالنسبة لمن؟ للواي. 2 واي 2 واي اتش لان الواي يساوي اتش ان زائد 1 زائد 2 ان اتش ان ناقص الواحد في الواي. هنا العلاقة تلاحظون بان هي متسلسلة، اذا كانت زادت رتبة واحد او قلت برتبة واحدة، يعني 2 واي هنا اتش الان الواي هنا صارت المعادلة نفسها، بس تنقلوا ليها الطرف الثاني، يعني
الدالة هنا بنعوض 2 في الدالة واي مشتقتها ال h ال n ال y على المعادلة متعددة حدود هرمت تساوي حاصل ضرب الدالة إذا كان زائد رتبة واحد وأقل منها برتبة واحدة. يعني أنا مثلا إذا أعطيتك ال n نقول واحد، هنا زائد عنها بواحد يعني الرتبة الثانية، وأقل منها بالرتبة واحد اللي هي الرتبة صفر، يعني الواحد بين الصفر والثنين ناخذ الدالتين حاصل جمعهم. فالمشتقة للدالة نفسها ثانية ناقص 2 واي اتش ال ان واي داش، هاي العفو داش هاي طبعا هنا، زائد 2 اتش ال ان للواي يساوي صفر. هذني من اجمعهن هسه راح هذني انقلهن للطرف الثاني. لاحظوا هسه هاي راح انقلها للطرف الثاني واساويها للصفر، ايش تصير؟ هاي بس العفو هنا داش مشتقة، هنا داش مشتقة، فش تصير؟ اتش ان دبل داش واي ناقص 2 ان اتش الواي زائد 2 ان اتش ان ناقص 1 يساوي صفر. هسه راح تقولوا لي سالب 1 وزائد 1 وين راحن؟ هسه من افتحن اني وحده تلغي الاخ، تلاحظون؟ ايش راح تبقى لي؟ اتش الان بدون ناقص 1 وزائد 1 من الطرف الثاني راح تساوي الواي. هنا المشتقه الاولى والمشتقه الثانيه، مشتقه الثانية والأولى ودون مشتقة تساوي صفر، بس ترتبون المعادلة. هذه الصيغة راح نعوض عنها فقط لا أكثر ولا أقل. يقول إذا كانت تكامل، هذه يمتى المعادلة تصير؟ إذا كانت الدالة الـ n يساوي الـ m. إذا كانت الدالة n يساوي الـ m تقولوا لي هذا التكامل يساوي صفر مثل ما اتفقنا، لأن الدلتا يساوي صفر فتروح القيمة. أما إذا بدون الدلتا فهو يساوي لنا قيمتها شنو؟ ثابت العيارية. هسه مقارنة النظرية الكلاسيكية مع الكمية بالمتذبذب التوافقي Comparison of Classical Theory with Quantum Theory. تختلف النتائج التي حصلنا عليها على نتائج النظرية الكلاسيكية في مايل. شنو الاختلاف؟ أولا طاقة الحد الدنيا لا تساوي صفر، وأقل قيمة للطاقة يمكن أن تأخذها المتذبذب مثل ما شفناها بالجدول هي نصف H بار أوميجا. زين، اثنين مستويات الطاقة غير متصلة بل متقطعة ديسكريت. بالنظرية الكلاسيكية تتناسب كثافة الاحتمالية عكسيا مع الانطلاق، نعرف الكثافة مع من؟ مع السرعة. أما النظرية الكمية فإنها تعطي بالكمية أوميجا أبسا أوميجا الـ N الـ X دي تربيع اللي هي الكثافة البروبابيلتي، وبدون شك فهي تعطي تصرفا مختلفا عن التصرف المتذبذب الكلاسيكي. إذا تذبذب الكمي بالطاقة كثافة الاحتمالية إليه تختلف اختلاف جذري عن الكلاسيكي. لحظة العفو، هسه هنا مني وضحنا المقارنة بين النظرية والكلاسيكية. عندنا واجبات طبعا ذني راح اعطيكم انا اشتغل احنا الاولى والثانية والبقية عليكم ان تحاولوا بيهن. نفس ال هنا أنا الربط بين الكورس الأول والكورس الثاني مثل ما قلت لكم إحنا مكملة. هنا مثلا ورهن إن القيمة المتوقعة للطاقة الكامنة تذبذب التوافق الحالة الذاتية هي هذه، تاخذ الطاقة وقد تبرهن لي إياها، استخدم شرط العيارية، تعريف الدالة المولدة، اثبت إن الـ N، لاحظوا هذا مثل ما قلت لكم ثبتوا لي الـ N هل قد قيمته، هذا السؤال بي هذا وش وقت هذا نتاخذه وش وقت هذا؟ لاحظوا انتبهوا من نعوض هنا بالألفة وهنا بدون تعويض. زين جد ال H للصفر والواحد والثنين والثلاثة مثل ما الساعة حسبناها، برهن ان الدوال الموجية هي دوال متعامدة وعيارية، هذا الاثنين هن نبرهن هن شلون؟ على الشرط مال المتعامد والعيارية، تاخذون الصفر والواحد اتش ام و اتش ان، وحدة صفر وحدة واحد، تضربونهن سوية تشتغلون مثل ما اشتغلنا بالاشتقاق مال ثابت العيارية نفس الشيء، بس بدل ما ابساي الام والان تاخذونهن ذني وقيمهن. زين هنا لاحظوا هنا ثابت العيارية موجود عندكم.
هنا مبدأ التفاوت في الموقع والزخم. برهن إذا كانت الان زوجية فإن الاتش الان سالب واي يعني التماثل، وإذا كانت ان فردية تطلع السالب برا. نجي هسه أول مثال، يقول دي ان اتش الان الواي للدي واي يساوي لنا 2 ان اتش ان ناقص 1 للواي، اللي هو قلنا علاقتها إذا كانت الدوال شبيهة الام يساوي الان، واللي هي كانت عيارية. آخر موضوع، شلون نثبت هاي باستخدام 100% الهرميت ما تنحل، لازم نروح علما للدالة المولدة اللي هو الجي تي للواي. ايش قد حفظناها؟ قلنا نحفظها من مثل ما نحفظ اسمنا، اكسبونينشال سالب تي تربيع زائد 2 تي واي ويساوي لنا سمايشن ان يساوي لنا صفر للمالا نهاية اتش ان الواي تي ان على الان فكتوريال، هذا قانونها. تمام، هسه نجي باخذ المشتقة، لاحظوا هنا دي للدي واي يعني مشتقة، فراح نشتق لمن؟ الجزئية لطرفي المعادلة بالنسبة لمن؟ الواي، حتى ناخذ هاي الصورة، راح هاي المعادلة نشتقها. تمام، بارشل جي بارشل واي يساوي هذا تشتقوا لي اياها، ايش تصير؟ مشتقتها هنا هاي 2 تي اكسبونيشال سالب تي تربيع زائد 2 تي واي يساوي سميشن ان يساوي صفر للما لا نهاية، هذا ايش تصير؟ اس سب ان بارشل داش الواي تي اس ان ما تشتق لان هي ثابت على الان فيكتوريال، ما نتلاعب بيها بس اللي بيها واي نشتقها. زين هسه حيث انه لاحظوا هنا هذه معناها شنو؟ دي ان اتش ال ان للواي للدي واي هي معناها هاي الداش يعني مشتقه الاتش الهرميتي المن للواي، واضح؟ هسه اجي اكتبها بهاي الصوره بدل هاي الشخطه حتى تشابه لي اللي مطلوب مني، يساوي summation n يساوي صفر، اخذ الطرفين summation ما لا نهاية h ال n داش للواي للتي ان على الان فكتوريال، راح احللها يساوي لي هنا لحظة 2 تي، تمام 2 تي summation n يساوي صفر للما لا نهاية اتش ان الواي تي اس ان على الان فيكتوريا. وهسه راح تقولون هاي منين اجت؟ هذه لاحظوا الثنين تي عفوا، هسه هذا منو؟ هذول، واضح؟ زين هاي المعادلة اللي هي هاي 2 تي هذا نزل، هذا الاكسبونيشال سالب تي تربيع زائد 2 تي واي هو شنو؟ هو الجنريتنج فانكشن، واللي هو نفسه شنو؟ هذه القيمة، فجبت هاي القيمة وحطيتها هنا، أنا. رجعت عدتها مرة ثانية بمكان الاكسبونيشال سالب تي تربيع زائد 2 تي واي، رجعت صارت عندي معادلتين دالة ومشتقتها، اجي ابسط رياضيات لاكثر واقل يساوي لنا سميشن ان يساوي صفر للما لا نهاية اتش ان داش واي تي اس ان على الان فكتوريال يساوي ناقص انقل للطرف الثاني 2 تمام سميشن ان يساوي نص تي راح اوديها ويا جماعتها اتش ان واي تي شو تصير؟ ان وهاي اسها واحد ان زائد واحد على الان فكتوريال يساوي صفر، ها هسه واضحه؟ يساوي هسه هنا الداله هي عبارة عن summation يعني من الان يساوي صفر للما لا نهاية، فراح نبدي من الصفر الواحد والثنين والثلاثة إلى ما إلى آخره، فأنا راح أبدي منين؟ من الصفر وأبدي summation n يساوي واحد. لاحظ هنا معوض h داش صفر للواي تي الصفر واحد راحت على الان فكتوريال صفر فكتوريال واحد زائد summation البقية منين؟ من الان يساوي صفر h n داش للتي اس ان على الان فكتوريال، تمام على هنا لحظة ناقص 2 سميشن ان يساوي صفر ما لا نهاية، هنا تصير اتش ان واي تي اس ان زائد واحد على الان فكتوريال يساوي صفر، اتش الصفر للواي شو يساوي لنا؟ دي للدي واي يعني مشتقة من ام الصفر، احنا ايش قد ام الصفر؟ هرميت متعددة حدود هرميت قلنا قيمتها واحد،
دي داش يعني دي للدي واي، مشتقة الواحد يساوي صفر، يعني هذا الحد راح يروح ايش بيه؟ صفر. ايش راح تبقى لي؟ هذا الحد مع هذا الحد، يعني summation n يساوي واحد للما لا نهاية h n داش للواي تي ان. h n للواحد h n داش y t اس n على ال n فكتوريال ناقص 2 summation n يساوي صفر للما لا نهاية h n y t اس n زائد 1 على ال n فكتوريال يساوي صفر. صارت عندنا معادلة مرتبة. هسه راح نفرض ال n زائد 1 هذا نسميها m، تمام، حتى تصير عندي دالتين اثنين. فراح اسمي ال n يساوي زائد واحد يساوي m رتبة جديدة، رتبة جديدة مثلا هاي صفر هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة، احنا اتفقنا وحدة n ووحدة m، فمعناها تسبقها برتبة شو تكون؟ m. هسه اجي اعوض summation n يساوي واحد لما لا نهاية h n داش y t اس n على ال n فكتوريال ناقص اثنين summation ال m يساوي واحد. شلون صارت؟ لان هي الام هي الان زائد واحد، يعني الصفر زائد واحد شو تصير؟ واحد. اذا الام يساوي واحد للما لا نهاية، يعني اقدمها للخطوة اتش الان. لاحظوا الان شو تصير؟ ام ناقص واحد، يعني انقل هذا للطرف الثاني اعوض عن الان بمن؟ ام ناقص واحد واي تي اس ام على ها شو تصير؟ ام ناقص واحد فكتوريال يساوي صفر. هسه يجي summation ال n يساوي واحد للما لا نهاية h ال n داش ال y t اس n على ال n فكتوريال ناقص اثنين summation هاي هنا n يساوي واحد للما لا نهاية h n ناقص واحد لل y t اس n على ال n فكتوريال n ناقص واحد فكتوريال يساوي صفر. فتلاحظون هنا المعادلة ال n يساوي ال m، هنا عوضناها، فهنا summation ال n يساوي واحد للما لا نهاية ال t اس n، طلعنا الثوابت برا عامل مشترك ال n ناقص واحد فكتوريال، ايش بقت لي؟ n داش اس m ناقص واحد اثنين n، هنا عندي n اثنين n h n ناقص واحد في لل y. صراحة هنا نقول شلون صارت ال n ناقص واحد؟ لاحظوا هنا ايش ناقصها؟ هذه n فكتوريال ناقص واحد، طبعا هنا مفكوك التباديل، نضرب بال n فوق وهنا نجوا يعني نختصر، نضرب في n ونقسم على ال n، فال n ناقص واحد n في ال n ناقص واحد يصير n تربيع ناقص n، فتلفق من ناخذ عامل مشترك ال n ناقص واحد تبقى لي بالمقام n 2 في ال n. طبعا هاي ما تباديل وتوافق قوانين رياضية خاصة بها h n ناقص واحد ال y لل t اس n، هذا ال t اس n مو طلعت عامل مشترك، فتبقى لي ال h n ناقص واحد لل y يساوي صفر. تلاحظون هنا المعادلة h ل n ال y يساوي لنا هذا، إذا نقلها للطرف الثاني يساوي لنا صفر واثنين، بس نقلها للطرف الثاني 2 n h n ناقص واحد ال y، واللي هو المطلوب مني بأن تساوي لي، لاحظ المعادلة هي مشتقتها، إذا أشتقها بالنسبة للواي يكون تساوي لاثنين n h n ناقص واحد للواي، واللي هو مشتقة الدالة، يعني d h ل n الواي لل d y يساوي اثنين n h n ناقص واحد للواي، كلها حتى أثبت بأن هذه المعادلة هي تساوي لي مشتقة الدالة بالنسبة للواي. نراد لها بس ورقة وقلم ورياضيات تحفظونها خطوة ورا خطوة. هي رياضيات متسلسلة، بس شنو أهم شيء ما تخطئون بالخطوات، لا شوية دقيقة المادة كل ما جايتها الميكانيك الكمي شوية تصعب عليها، يراد لها متابعة أكثر المواد لازم تتابعونها. مثال الثاني يقول افرض y مضروبة بال h n ال y اللي هي متعددة حدود هرمت، إذا مضروبة ب y أجيبها لازم أضربها بال y، يكون تطلع لي نصف h n زائد واحد لل y زائد n h n ناقص واحد للواي 100%. احنا متعددة الحدود هرمت، نروح للجي المن للدالة المولدة، جي تي للواي
يساوي اكسبونينشال سالب تي تربيع زائد 2 تي واي، وهي قانونها يساوي لنا سميشن ان يساوي لنا صفر للما لا نهايه اتش ان الواي تي اس ان على الان فكتوريال. هسه باخذ المشتقه الجزئيه لطرفي المعادله بالنسبه لمن؟ للتي. راح نشتق المعادله بارشل جي تي للواي البارشل تي، تمام، يساوي راح نشتق هنا بالنسبه للتي 2 تي زائد 2 واي، اشتقيناها اكسبونيشال سالب تي تربيع زائد 2 تي واي يساوي لنا هاي شو تمثل لنا؟ ان اتش ان الواي تي اس ان ناقص 1 على الان فكتوريال. اشتقيت زين. هسه هنا اخذ هاي المعادله ساويها، راح افتح رياضيات بسيطه، سالب 2 تي زائد 2 واي اكسبونيشال سالب تي تربيع زائد 2 تي واي، تمام تمام يساوي 2 واي اكسبونيشال سالب تي تربيع زائد 2 تي واي ناقص 2، تدخل عليهم ناقص 2 تي اكسبونيشال سالب تي تربيع زائد 2 تي واي تربيع، بس قدمت واخرت وخليت السالب بالنهايه ودخلت عليها والاكسبونيشال. هسه نجي راح اعوض عن كل اكسبونيشال سالب تي تربيع زائد 2 تي واي بهاي القيمه، واضح؟ واضربهن مره ب 2 واي ومره بناقص 2 تي. اجي هنا يساوي سميشن ان يساوي صفر للما لا نهايه ان، ايش قلت هنا؟ صارت عندي 2 واي اتش ان الواي تي اس ان، لاحظوا تي اس ان على هذه الحد مالتها على الان فكتوريال ناقص 2 تي ويا تي اس 1 ناقص 1، ايش تبقى للتي اس ان زائد 1، بس تقدمون لي وتاخرون لي المعادلتين. h n y n زائد 1 على الان فكتوريال، لان هنا من تدخل عندنا ومكان ذني راح نجمع المقامات سوية. زين هسه هنا سميشن ارتب المعادلة حتى احاول احصل على شكل مرتب الها 2 y h n h n y t اس n على n فكتوريال ناقص 2 h ل n ال y على t يساوي لنا n واحد، بس اخذت هذا الحد يساوي summation، تمام، 2 طلعنا عامل مشترك، ايش تبقى لي؟ هذه شو تمثل لي؟ كل هذا الحد اللي اخذناه واشتغلنا عليه شو يمثل لي؟ مو يمثل لي هذا؟ هذا هسه احنا كله اشتغلنا بهذا وضربناه، تمام، هو كل هذا الحد شو يساوي لي؟ سميشن ان اتش ان الواي اللي هو قانون هرمت تي اس ان ناقص 1 على الان فكتوريال، جبته وخليته هذا الحد كله يساوي لهذا، وبمساواه معاملات تي اس ان في طرفي العلاقه، بما انهم الشابهات دوال ناخذ المعاملات تي اس ان، معاملات شنو؟ 2 واي اتش ان الواي تي اس ان على الان فكتوريال ناقص 2 اتش ان الواي على تي اس ان ان على الان ناقص 1 فكتوريال. لاحظ المعاملات هنا ان يساوي صفر سميشن ان، هنا شو تصير؟ ان زائد 1 سبق بخطوه اتش ان زائد 1 في تي، شو تصير هنا؟ تي اس ان، لان زائد 1 ناقص 1 تروح على الان زائد 1 فكتوريال، يعني اساوي المعاملات كلهم بالتي اس ان، فانا هنا راح تصير هذه شو تصير؟ تي اس ان زائد 1 وتي اس ان ناقص 1، فكلهن هاي ايش ناقصها؟ وسط الشبهن زائد 1، شو اضيف لها؟ ناقص 1، فصارت تي اس ان جوا، بما انه ضفت لها ناقص 1 لازم تظهر هنا. زين هاي هي ناقص 1، شو احط لها؟ زائد 1، اذا المقام اخلي زائد 1 والفوق زائد 1 وناقص 1 تبقى تي اس ان، واضحه؟ زين هاي تي اس ان
على الالفكتوريال ما اتلاعب بيها لان معاملها ثابت، فهذني كلهن حورتن حتى يصير شبه نهايه، فصارن كلهن نفس المعاملات. من اغير هاي هم يتغير وياهن، بما انه ضف الزائد واحد راح كلهن ياخذ الزائد واحد، هذه ضفت ناقص واحد هذه تاخذ. سواضحة شباب؟ حتى المعاملات تتساوى. هسه نجي نرتب اثنين واي اتش ان الواي تي اس ان على الان في الان ناقص واحد فكتوريال. معناها شنو الان فكتوريال؟ هي الان في الان ناقص واحد فكتوريال، يعني مثلا اثنين فكتوريال هي اثنين في اثنين ناقص واحد فكتوريال، يعني اثنين في اثنين ناقص واحد واحد فكتوريال، اثنين في واحد او الثلاثة ثلاثة في اثنين فكتوريال، مثلا ثلاثة في اثنين في واحد، فاحنا شو نقول ثلاثة في اثنين فكتوريال وهكذا. فهذا المقصود بيها قانون ثاني للمفكوك، ناقص اثنين اتش ان ناقص واحد الواي تي اس ان على الان ناقص واحد فكتوريال. هاي المعادلة يساوي، نزل هاي المعادلة لنفسها ان، هذه منين جايتنا؟ ان زائد واحد وان، تمام، ان زائد واحد وان ان ناقص واحد، ان مضروبة في الان ناقص واحد من نفتحها فكتوريال، يعني الان زائد واحد وهي جايتنا من الان ان ناقص واحد. مثلا هسه ناخذ ثلاثة، ثلاثة زائد واحد اربعة فكتوريال، هنا شو تصير؟ ثلاثة زائد واحد وهنا ايش قد عندي؟ ثلاثة وثلاثة ناقص واحد اثنين فكتوريال، اثنين اثنين في ثلاثة ستة، ستة تمام، ستة في أربعة 12 12، وهنا ثلاثة زائد واحد أربعة، أربعة فكتوريال، معناها أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد واللي هي جد تساوي 12، فنفس القيمة بس احنا فتحناها على ون نختصر. هسه راح نختصر بسط ومقام حتى تخلص من هاي القيمة. راح شو اسوي؟ اثنين واي اتش ان الواي ان ان ناقص واحد فكتوريال تي اس ان ناقص اثنين اتش ان ناقص واحد الواي تي اس ان على ان ناقص واحد ناقص، انقلها للطرف الثاني، هذا الحد وي هذا الحد يروح، ايش تبقى لي؟ اتش ان زائد واحد الواي تي اس ان على الان الان ناقص واحد فكتوريال ويساوي لنا صفر. تلاحظون هنا القيمة، راح نجي نرتب المعادلات بدون الهرمت، نخلي عامل مشترك بيناتهم ونطلع المعاملات اللي هو عندي تي اس ان وبعد وان ناقص واحد فكتوريال والسمايشن، طلعت عامل شو بقت لي هنا؟ اثنين واي اتش ان الواي على الان ناقص هنا اثنين اتش ان ناقص واحد الواي على الان ناقص واحد، العفو هذا الان ناقص واحد طلعناه، ناقص هنا اتش ان زائد واحد للواي على الان ويساوي صفر. هذا الطرف انا قلل يساوي صفر، فش تبقى لي؟ هذا الحد داخل القوس هنا نساوي للصفر، بس هاي القيمة راح تروح للمضروبة ونتضرب بالصفر. هسه نضرب في الان على اثنين حتى نتخلص من هاي القيمة، وهو من راح تضربون على اثنين؟ اثنين ان على اثنين حتى تشبه الصورة المطلوبة مني اللي هي هاي، نصف هو الان، فانا شو اسوي؟ راح اضرب واي، طبعا هنا هاي بقت وذن ننقلها للطرف الثاني، شو تصير؟ اثنين اتش ان الواي ان زائد ناقص واحد وهنا اتش ان زائد واحد، اضرب فيه اثنين، هنا ان نصف اتش ان زائد واحد الواي زائد ان اتش ان ناقص واحد للواي اللي هو واي اتش ان الواي، بس نقسم على اثنين ونضرب في ان حتى تروح هاي القيمة وهاي القيمة، وهو المطلوب اللي هو حاصل ضرب الدالة في واي متعددة الحدود هرمت تساوي لهذه القيمة. واضحة شباب؟ بس رياضيات تحفظونهن شوية، يعني تحفظون خطوة ورا خطوة شوية، يراد لكم مراجعة بالتوافيق والتبادل والمفكوك، لأن أكو قوانين تربط لكم إياها بيها. عندكم سؤال؟ هي شوية صعبة، يراد لها قراءة، يعني مو بس على المحاضرة، لازم تفتحون المحاضرة تفاعلية وتبدون ورقة وقلم نفس الخطوات. أكو سؤال؟ لا دكتورة شكرا. العفو.
بس انتوا يرادلكم قراءة، يعني لازم تعد شوية، ما دام محاضرة ومحاضرة تحفظونها أكثر مما بالامتحان، لأن مادة الميكانيك الكمي صعبة، والسنة الجاية أصعب الصراحة، السنة الجاية بالرابع أصعب، لأن ياخذون هسه ميكانيك رابع وثالث، يعني الدرجة مالته. بالنسبة للمسائل الأخيرة حاولوا بيهن، راح أسوي لكم تسليم مهام اشتغلوا بيهن، اللي هن تكملة للذني، سووا لي اياها تسليم مهام، شوفوا طلعوا على الأسئلة شو راح تكون، تربط المتذبذب بالتوافقي القوانين اللي أخذناها بالكورس الأول، راح هنا نربطها للمتذبذب التوافقي. عندكم سؤال؟ شكرا جزيلا. تمام، إذا ما عندكم شيء بإمكانكم المغادرة شباب المحاضرة. وبالنسبة لمقطع الفيديو هسه راح نزل لكم اياه، بس يا ريت تقرون، يعني اقرا كل محاضرة ومحاضرة شباب، لان مادة الميكانيك مو سهلة. عفست نعم، ممكن يعني تحددين الوقت الواجب لان لا مو كلهن، راح اعطيكم نص نص يعني على اسبوعين، هسه راح اعطيكم ايش قد لحظة، هن كلهن المسائل 16، اثنين الحل 14، عندكم السبعة يعني لحد التسعة، بما انه الاثنين الاولانيات اشتغلناهن، لحد العاشر ما داخل، هسه العاشر ما داخل، عندكم هذا الاسبوع حاولوا بيهن، من السبعة شو تحلون منهن حلو، بس اهم شي حتى تقرون وتطلعون، لان بالامتحان يعني اتوقعوا مثل المسائل يجنكم منهن، يعني على هالصورة هاي، فشوية حتى شنو تراجعون اللي قريتوه اخذتوه بالكورس الاول، طبعا محاضرات الكورس الاول لا تضمونهن، لان هو بداية الميكانيك الكمي، وهسه احنا راح ناخذ امثلة، اخذنا متذبذب راح نطبق عليه قوانين الميكانيك الكمي، بس شوية انتبهوا هنا عندكم بالاسس والهاي، ضبطوا لي مال المفكوك شلون تفتحونه ويصير ان وان ناقص واحد، اذا عندكم رياضيات مال خامس ادبي سادس ادبي عندهم هاي التباديل والتوافيق مشروحة بصورة يعني واسعة، شوية راجعوا بيهم او كتبوا بالانترنت راح تطلع لكم محاضرة على اليوتيوب، هم تساعدكم هواية. عفوا نعم، تقدرين يعني إذا صار مجال تشرحين المحاضرة الأولى للمحاضرين؟ يعني المحاضرة الأولى إن شاء الله، بس يصير لي وقت، لأن هسه المادة صراحة يعني القسم بلغونا قالوا لنا 1/7 لازم تحنينته، تعرفون لأن وزارة التعليم العالي حصلتنا على مود السادس يتحنون بكلية، زين ما عندي مشكلة عادي، إذا نتفق فد يوم يعني خارج الدوام حتى يعني لو الجمعة يعني اي مو شرط. تمام، انا بلغ حاتم واخليكم تنضمون وادزل لكم رابط لقاء من يوم تمام حاتم ست شكرا. وتدخلون وياه، اوكي؟ لان خاف احد شكرا يدخل على الصفوف، فندخل على طريق التليجرام. نعم تمام شكرا. العفو، مو مشكلة، بس خليه ينضمون جماعتك البقية، لان عندنا اثنين يمكن طلاب ما منضمين بالصف بعدهم، ما ادري ليش لحد الان جاي متأخرين، اللي هم علي سعيد يمكن، لا انضم علي سعيد بس ما موجود اليوم ويانا، وباقر هم شفت انضم وطلع ما موجود، وبالنسبة لعلي يونس ست تقريبا الطلاب كله يعني علي يونس انضم، يمكن ما ضفت علي يونس بالصفوف، ما موجود حاتم راشد موجود كل الصفوف، انا شفته تابعته حتى المختبرات موجود، بس ما جاي يحضر بالمحاضرات الالكترونيه لا هو ولا بس بعد باقر. ما اعرف. تمام نعم زينب انضمت للصف ويانا هسه حاليا،
صحت مروة، انت انضميتي متاخره ما صحت اسمك. اي لانه النت كان عندي فاصل. وعلي سعيد موجود ويانا هسه؟ ما موجود علي سعيد ولا باقر ولا زينب صادق، دول هم ما منضمين عندنا. والصادق حسن انضم له؟ لا ما منضم الصادق اليوم. تمام، هم دول بس، دول الغياب. اذا ما عندكم شيء بامكانكم المغادره. بالنسبه لمقطع الفيديو راح انزل لكم اياه، والمحاضره الجديده ان شاء الله انزل لكم اياها اني. عندكم الهوم وركات تشتغلون بهن السبعه، يعني من 2 إلى 10، العشرة ما داخلة، من 2 إلى 10 عندكم 7 الأولانيات محلولات، فتبدون من 3 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، حاولوا بيهن. راح أسوي لكم تسليم مهام، كل ما تشتغلون بيهن لكم تقرونهن وإضافة إلى درجة تفيدكم. كل اللي يحل أكثر جربوا بيهن حتى لو ما تعرفون. أنا حتى اللي حاول بهن حتى لو حل خطأ إلى درجة، أهم شي فكرت بهن، واللي حلهن زين بعد أحسن تفيد الامتحان، يعني إذا حصل حلهن، لأن مرات يجيكم السؤال يشبهه بس شوي اختلاف بيه قليل، لا أكثر ولا أقل، إذا مو نفسه هو، وإذا امتحانكم حضوري لا نسخة. عندكم سؤال شباب؟ بكاتكم المغادرة شباب إذا ما عندكم شيء. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بكم.